بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا اسمي دكتور حماد عبد الله حماد، عميد كليه الفنون التطبيقيه الاسبق، عضو المجلس الاعلى حاليا لنقابه المهندسين. النهارده احنا بنعتبره يوم عيد لكل مهندسي مصر. ليه؟ لان النهارده اول مره تجرى الانتخابات بعد اكتمال دوره انتخابيه كامله للمجلس اللي فات. فمن حوالي 29 سنه، من سنه 89 لم تجرى دوره كامله في نقابه المهندسين الا الدوره دي، فده معناه دليل على ان البلد فيها استقرار. فاحنا النهارده بندعو جميع مهندسين مصر للمشاركه لاختيار من يمثلهم. احنا كقائمه الاستقلال الموحد احنا نازلين بنكمل اجنده مفتوحه. احنا عندنا اجندات فتحناها على مدى الاربع سنوات الماضيه. احنا في مجال خدمه المهندس، في مجال العمل الوطني والاستشاري اللي هي النقابه مؤسسه على اساسه القانون، وايضا في العلاقات الدوليه كقوه ناعمه للنقابه. وبالتالي احنا امضينا في هذه الملفات وقت كبير جدا، وفتحنا كل الملفات وشغالين. المجلس الجديد احنا القائمه ضمت مجموعه كبيره جدا زياده عن اللي موجودين. يعني احنا القائمه بتاعتنا ضمت وزير الصناعه الاسبق الدكتور سمير الصياد، ضمت الدكتور اسامه حمدي محافظ كفر الشيخ الاسبق، ضمت المهندس عبد الخالق عياد رئيس هيئه البترول وابو البترول في مصر، ضمت سيف ابو النجا رئيس جمعيه المعماريين، بالاضافه الى محمد النمر الاستشاري الكبير اللي موجود اساسا في النقابه، ومحمد خضر في الميكانيكا. مجموعة كبيرة جدا من الملفات هتتمسك من خلال هؤلاء الأعضاء الجدد. وبالتالي احنا داخلين الانتخابات، وأي حد هينجح احنا هنشتغل مع بعض، لأن المهندسين مش مفترقين. يعني نجحت القائمة دي أو القائمة دي، الجمعية العمومية هي اللي بتشيل النقابة. احنا عندنا مشروع كبير جدا هي مستشفى 46 اللي بيبنيها المهندسين وبيهدوها للشعب المصري. المستشفى ديت ما تصرفش عليها مليم من النقابة أو من صندوق المعاشات، دي من تبرعات المصريين وتبرعات المهندسين في النوهاو، وخدت اكريديتيشن من جي سي اي الولايات المتحدة الامريكية كأكبر مركز اعتماد للمستشفيات العالمية، وخدت ايضا موافقة مركز بحوث البناء، ثم وزارة الصحة اعطت ترخيص. احنا هنطرح المناقصة في اول مايو على اساس ان احنا نبدأ في هذا المشروع الضخم، وده النموذج الاولاني، لان النموذج الثاني هنعمله في قرية من قرى صعيد الاكثر احتياجا. وبالتالي المهندسين المصريين مستمرون في العطاء للشعب المصري. فالنهاردة يوم للديمقراطية. شكرا.